انا عايزه برضو ادي مثال، مش عارفه حضرتك يعني يمكن في ناس مش فاهمه يعني ايه اللي هو الاصوات الخفيضه بتاثر ازاي في الانسان، ولا مش مهم؟ يعني انا عايزه اشرح بعض اوجه مثلا الرسائل الخفيه. الرسائل الخفيه زي ما قلنا مثلا ده نوع من الرسائل الخفيه اللي هي تصل للعقل الباطن. الرسائل الخفيه برضو بتاخذ كذا صوره، اللي احنا قلنا بتصل للعقل الباطن وما يستوعبهاش قوي العقل الواعي، بتعمل ايه في الجسم. طب بتاخد كذا صوره، ممكن تبقى صور واضحه في الاعلانات، في زي. في يعني ممكن نشوف مثلا زي. هقول مثلا ممكن نشوف صورتين اللي هم مثلا بتوع ديزني وديزني وان. انا على فكره في نماذج كتير من افلام ديزني انا نفسي ما عرفتش اجيبها في البرنامج من كتر ما هي يعني فيها حاجات فاضحه ما ينفعش تتجاب في في الاعلام. يعني مثلا جبت ايه نموذج اللي هو مثلا ممكن يعني مثلا ممكن صوره ديزني وديزني وان مثلا، يعني ده نموذج اللي الوحيد اللي لقيته اللي هو ممكن يتجاب، لكن كله فيه يعني كله يعني تبص تلاقي مثلا ايه في حاجات العين ما تشوفهاش لاول وهله. ممكن الصوره اللي بعديها اللي هي ديزني وان مثلا يوم حاطين ايحاءات مثلا في الخلفيه، دايما هما بيلعبوا على في كتابات بتبقى في الخلفيه مش باينه، هما حاطين مثلا ايه سكس دي على فكره متكرره كتير جدا، لكن في بقى كم مهول جدا انا للاسف كان نفسي اجيبه بس كله فاضح ما ينفعش يتجيب اعلاميا. بس خلينا في ده دلوقتي. يعني هما بيلعبوا على الخلفيات اللي هي ايه بقى الموضوع اللي هنا في الافلام ان هو يجيب لك على طول ايحاءات جنسيه. هو عايز طفل من هو صغير يتحول ان هو يبقى تركيزه على الجنس يعني في سن صغير، يبقى تركيزه على الدم، يبقى تركيزه على يا عنف يا جنس يا دمار. يعني حاجه من كل كم مهول بقى. ان انا امبارح ده تاثيره بقى ان لما يتعمل على طول بيعمل ده بيدخل على العقل الباطن. انت ممكن وانت بتشوف الكادر او بتشوف الصوره ما تستوعبهوش، لكن لما تيجي تحلله تلاقيه موجود ومش صدفه ابدا، لكن ده بيدخل على الايه العقل الباطن مره في اثنين في ثلاثه في انت لما في مشاهد بتدعوك للجنس، في مشاهد كتير في افلام الاطفال المشهوره يعني ده حتى في لاين كينج، ده حتى في الفيلم اللي هو بتاع البطريق ده مش فاكره اسمه ايه، وفي ايس ايج وفي كل الافلام اللي هي كمان العبيطه مش الافلام يعني كلها مليانه ايحاءات جنسيه وايحاءات دمويه ورسائل مكتوبه بتخزن في العقل الباطن لا يعيها العقل الواعي. نوع برضو من الرسائل المرئيه هي الرسائل اللي زي ما قلنا بتيجي في كادر اقل من واحد من الثانيه، دي بتسجل في العقل الباطن ولا يعيها العقل الواعي او العين ان هي شايفاها، لكن بتسجل. في حاجات ايحائيه كتير يعني حاجات مثلا زي ما قلنا مثلا في الالعاب في الافلام المشاهد مثلا اللي بتيجي بتبقى في مشهد وفي صوره ورا فيها حاجه اللي هو عايز يقولها اللي ورا اللي هو عايز يقولها. زائد بقى ايه الحاجات التانيه اللي هي بتيجي في الموسيقى، في حاجات بتبقى واضحه وحاجات مش واضحه. طيب دكتوره انا دلوقتي في وسط هذا الكلام اطفالنا بيتفرجوا على التلفزيون وعندنا السيطره على هذه المساله والكلام ده كله، احنا بقى ازاي في مثل هذه الامور كيف نقاوم في مثل هذه الامور؟ ما هي دي بقى ايه النقطه دي بسرعه عشان عندي كام رساله عايز اقولهم لك. بس النقطه دي ما يعني احنا هنتكلم بقى على التحصين والقران ولقيت شفاء وكده، لكن هي النقطه لازم تيجي بمراقبه الاسره، ان انت تشغل الطفل في الحاجات الصالحه. يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب ده ما جاش من فراغ، هو كان يرى الرسول عليه الصلاه والسلام كان حتى شاف لغايه الجنه والنار وكله يعني في الاسراء والمعراج وكله، فعارف الرسول عليه الصلاه والسلام. فانك انت تحصن نفسك تحصن طفلك تشغل طاقته سيدنا وفضوله. سيدنا عمر اللي قال علموا اولادكم تشغل طفلك سيدنا عمر اللي قال علموا اولادكم. طيب ماشي اوكي، تشغل طفلك وتشغل الطاقه بتاعت الشباب وتشغل فيما هو نافع انك تتعلم، عايز ترفه عن نفسك تلعب رياضه، تلعب ورياضه لها هدف، تستغل الطاقه دي في حاجات. انا الولد الصغير كذا. الولد الصغير هل انا النهارده الولد الصغير اقدر انا هو ما اقدرش يتكلم ولا يقدر يدي لنفسه الذبذبات الصوت اللي تقدر تحميه، هل انا اقدر اعمل له حاجات على الاقل اعدله اعمل له معادله ايوه طبعا ان مثلا ايه يعني بدل يعني ان كان في برضو صوره مثلا من برامج الاطفال يعني صوره من قناه اطفال دي في يعني قناه الاطفال دلوقتي بقت عماله كمان شغاله بالرموز الماسونيه والرموز الالومناتي وكده. فانت النقطه ان انت لازم تراقب الطفل بيشوف ايه
ما تسيبوش كده يعني. في ناس تسيب اطفالها بالساعات تفتح لهم يعني مثلا ايه كل قنوات الاطفال, ودي قناه عربيه ها, كل قنوات الاطفال دلوقتي مليانه رموز ماسونيه ومقصوده, لان الرموز دي ترسخ جوه الذهن. ممكن وانا بتكلم مثلا نشكل فيديو اللي هو اسمه شاهد هذا الفيديو لتفهم حقيقة ما يجري في العالم, في فيديو اسمه بالعربي اللي هو شاهد هذا الفيديو, وانا في اثناء ما انا بتكلم يعني. فهي النقطة ان كل الحاجات دي اللي حوالينا في الافلام في الكذا في الكذا في الكذا, كل ده لا يحدث بالصدفة, وان خلاص احنا عرفنا متعمد. انا دلوقتي بقى انا عايز اتكلم على مقاومتنا بقى. فالنقطه بقى انك انت الطفل, في ناس مثلا الام بتتشغل في حاجه وتسيب ابنها مثلا قدام قناه مقاومه ازاي يا دكتور؟ لا ده هي لازم تراقب هذا الطفل بالكامل. انا الفيديو ده فانا اصلا بتكلم ده جايب ماده اعلاميه كامله مليانه ان كل الاعلام ما حولك من اعلام مليان رموز ماسونيه متواصله ومليان رموز الومناتي ورموز الدجال متواصله, لانه بيرسخوها في الذهن ان دي تبقى تتقبلها وتبقى كمان قيمه عليا عندك, وانك انت تبقى متقبلها كامر طبيعي. كل ما يعني ده انا هتكلم وانا في اثناء ما هو شغال, بس ما عادش الا خمس دقائق عشان نلحق. لا خمس دقائق هو انا اللي قلق وانا اللي بعمل, انا اللي ماسك. في لسه حاجات. يلا ما انت عماله تحكي لنا في ايه, عماله احكي, من خدت وقت ضيق. المهم فبقول ان 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 لازم مراقبه ومراقبه صارمه. راقبنا ومنعنا. انا اقدر اعمل انت ايه؟ انت تقدر ان انت تمسكه تحكي حدوته, تحكي له مثلا من سيره الانبياء, من سيره الصحابه, من القصص, تحكي له بطريقه محببه بحيث تحبب لنفسه الفضيله, تحبب عمل خير, يشوفك ان انت بتصلي بحيث يقلدك, يشوفك ان انت بتدعي يقرا قران يبقى عايز يقلدك, تعلمه تحبب ليه الفضيله, تحبب ليه عمل الخير, تعلمه على الطهارة, تعلمه على الوضوء, تعلمه ان ده حاجة سيئة, ان الشيطان ده حاجة عدو للإنسان. لازم تعرفه الحاجات دي من هو صغير, وتحببه عن طريق الحواديت, حواديت السيرة, حواديت الخير, حواديت الهدفة, ان هو يرسم, ان هو يبدع, تشغل قدرته على الابداع, على التفكير, على كذا, تستغل طاقته زي ما قلنا في ألعاب لها أهداف, الكلام ده كله. فالأطفال كل شيء يبدأ من البيت ويبدأ من التربية, فلازم الناس تعرف ده كل شيء. طيب الزرع. انا عشان انا فضل لنا 3 دقائق. لا انا عايز اتكلم بس طيب بسرعه حتى على الاقل على برضو مثلا يعني هتكلم بسرعه. انا عايز اتكلم على ايات الشفاء يعني. هي هناخد حاجه واحده وهنأجل الباقي الاسبوع الجاي, نقول حاجه من ايات الشفاء عشان في رسالتين انا عايز اقولهم. لا يعني في الاول برضو طالما قلنا على مثلا يعني هدي مثلا كمان غير موضوع التضليل الاعلامي, موضوع مثلا الفواحش, لازم نعرف مثلا ايه ان المؤتمر اليهودي عشان نعرف ان دي خطه ما يتم في هذا العالم خطة. مؤتمر اليهودي العاشر سنة 1912 أجمع على اتخاذ قرار اللي هو جاء منصه مترجم, ليس من بأس أن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي, وأن تكون هذه التضحية قاسية ومستنكرة لأنها في الوقت نفسه كفيلة بأن توصل لأحسن نتائج. وماذا عسى أن تفعل مع شعب يؤثر الفتيات ويتهافت عليهن وينقاد لهن. فاستخدام الجنس والفواحش هو أحد أهم أدوات هذه المنظومة, ولذا نبص نلاقي أنهم بيحرصوا على نشر الفواحش, نشر الزنا, اللواط, الصحاقية, المثليات الجنسية, الإباحية, وبينشروها غصب عنه. نشروا على الغير. إنما هم عندهم لأ. لا بينشو ايوه لا بس ده يعني مش عايز اقول في تفاصيل دلوقتي. المهم بس انا عايز اقول على حاجه ان نتيجه ده ايه, ان مثلا في اواخر تقدير منظمه الصحه العالميه ده في عام 84 ان كل عام في 50 مليون حاله اجهاض سنويا, 50 مليون حاله اجهاض سنويا ده في كل العالم. اوعى تفتكر ان ده في الدول الغربيه بس. مثلا هقول برضو بسرعه, احنا قلنا طبعا الايدز من الفيروسات المخلقه, وبرضو الفيروس هو اسمه HIV, في HIV 2 ده من الفيروسات المخلقه. عايز اقول ان الايدز حصد او اصاب 42 مليون نسمه. انا عايز اقول ان في افريقيا, تخيل ان في افريقيا بيموت يوميا 6000 فرد بسبب الايدز, عشان الناس اللي هي بتعتبر الحاجات دي هبله, لا ده دي معلش الاوبئه والفواحش بتودي اكتر من الحروب الجامده, يعني بي 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 بتعمل ابادات اكتر من الحروب الكامله. فما حدش يستقل بالفواحش والاوبئه اللي اساسها الفواحش. والايدز ما بتنقلش بس مش بس عن طريق الفواحش بس, لا عن طريق المخدرات, يعني الفاحشه والمخدرات من اكتر العوامل اللي بتنقل مش بس الايدز
وغيرها من الفيروسات الجنسية والتناسلية وغيرها من حالات الإجهاض وحالات كذا. فتخيل حجم الكارثة التي تودي بالفواحش عشان تعرف يعني إيه تحصن بكتاب الله. أنا عايزة بس إيه بسرعة أقول برضو على حاجة كمان إن ما تقوليش قولي علاية الشفاء عشان ما عادش خلاص أنت سمعت الفسحة. الوضوء يعني الوضوء فيه حاجة إن الوضوء علميا بينشط المسارات طاقة في الوجه والساعدين اللي هي بتأثر على حاجة اسمها الشياطين اللي هي بالأطياف النارية. الشياطين اللي بالأطياف النارية دي بتأثر على حاجة اسمها محبس الدم الثلاثي. ده بيأثر على مسارات الدم. عشان كده لما تقال إن الشيطان يجري من الدم إنه في الإنسان كمجرى الدم إن الوضوء بيعمل على ان هو ينشط المسارات دي ويحمي الجسم من عمل شياطين ذات الاطياف الناريه. ده غير ان هو زي ما قلنا بيعيد ترتيب تقطيب السوائل في جسمك، ودي من احد الحاجات اللي بتعمل خلل في الجسم. هو ده فاصل ولا لا؟ ده خلاص احنا كل سنه طيب. ممكن سريع بس اقول يعني ما عادش على طاقه كلمات الله يعني انت الحلقه خلصت كده. انا قلت لك من الاول قولي الحاجات ديت الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا ان شاء الله هنتكلم اول حاجه هنبتدي بيها ايات الشفاء كلها اللي موجوده. القران كله شفاء بس في الخشوع وفي استخدامه. وازاي احنا اتكلمنا ان زي القران كحروف بتاعته هو اللي بيعمل التقاء بتحاول نفتح بقى ان شاء الله مفتوح موضوع مشروع شعاع باذن الله ان شاء الله. دكتوره مايا بشكر حضرتك، واذا اراد ربنا ان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي. انا اسف ان انا ما لحقتش النهارده يعني في كذا حاجه ان شاء الله. بشكر حضراتكم، نلتقي يوم الاحد ان شاء الله. تصبحوا على خير.